مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من كوبي بيست حلقه اليوم رح نحكي عن موضوع حساس حساس مش بس للاطفال كمان للاهل ولكل الاشخاص يلي برافقوا الولد وهو عن موضوع الموت بس بدايه بحب ارحب بالمعالجه النفسيه استار بو انطون اهلا وسهلا فيك استير. اهلا فيك كيف صحتك؟ الحمد لله أنت مثل ما قلت لك استار الموضوع الموت شوي صعب حكي عنه بين الراشدين فكيف اذا للاطفال مزبوط وبيشغل عنا كثير اطفال تروماتيزي بيكون عندهم حاله من الخوف الكثير كبيره اذا حدا مات من عائلتهم واكيد مبدا الموت الولد بيتعلمه مع الوقت يعني ما ما بيفهم مبدا الموت الا من خلال وقت بيكبر الولد اكثر واكثر اكيد فاذا نحكي شويه اول شيء عن كيف الولد بيفهم وبيتطور عنده مبدا الموت اول شيء بدي اقول مثل ما بلشت انت انه تيتعرف الولد على هالمبدا هو يلي هو بذات الوقت واقعي يعني مبدا انه شيء واقعي حقيقي صحيح. عم بيصير وبذات الوقت في شيء انه ما بيقدر يلمسه انه وين راحوا الاشخاص آه شو في بعد ما ماتوا يعني ب... شوي هو ال... هو المبدا شوي معقد لانه صحيح من هيك بنشوف الولد بضيع مم. وبيسال كثير اسئله وقت بموت حدا من من عائلته 100% 100% فمشان هيك من خلال مراحل نمو الولد بيتعلم شوي شوي يفهم فكره الموت نعم. ما اكيد منه قادر يستوعبها من اول سنين حياته يعني احنا عم نحكي لبعد 8 9 سنوات ليصير عن جد فهم شو يعني فقدان شخص آه قريب منه آه شو يعني انه توفى هالشخص آه فعنا فعندنا عده سنوات من مراحل الطفوله بده يمرق فيهم الولد شوي شوي كل مره بيكون عنده آه تصور معين لمبدا الموت وهلا بيكون نفس التصور صحيح وهالمبدا بيصير يتطور يعني صح يعني بيكون أكي. موجود صح وبصير يتطور مع الوقت هلا بنعطي اكزامبلز للمشاهدين يفهموا علينا اكثر نعم. لانه مثل ما قلنا ببدايه الحلقه انه مبدا الموت ونفسر الموت للولد صح آه صعب نفسره صح فكيف خصدت. بتكون عمر الصفر للسنتين الولد إيه؟ بهذا العمر ما بيكون عنده هذا المبدأ مزبوط خلينا نقول انه من عمر اول ما يخلق لعمر السنتين الولد ما بيعرف شيء عن الموت بيعرف انه في شيء راح بركه ماكسيموم هي اذا كان واعي كثير نعم. بس بالمبدا يمكن حتى ما يلاحظ انه شخص انفقد يعني بشكل كثير بسيط يعني انجا يمكن يستوعب انه الشخص ما عاد موجود بس كمبدا موت اكيد ما بيعرف شيء عنه ولا بيعني له يعني هون هون بنرجع لل انه للولد اللي عم يفهم بس الموت كفينومين موجود بحياته اختفى هذا الشخص خلاص بصير عارف انه مش رح بشوفه بس مش اكثر من هيك يعني بصير إيه؟ ما يفهم حتى انه ما عارف حتى انه الموت شيء خلص من ما بنقدر نرجع له او صح. يرجع الشخص الميت للحياه اكيد ما عنده اي فكره قبل السنتين عن هذا الموضوع اكيد هلا من السنتين لست سنين تقريبا ببلش اكيد بعد السنتين يعني, يعني عن عمر ثلاث سنين اربع سنين خمس سنين بيعرف الولد انه الشخص آه راح توفى بس بفكر انه معقول يرجع يعيش صحيح يعني بعد ما ايه بصير يفكر انه معقول هالشخص يرجع صحيح. عرف انه في وفاه او موت او شيء بس بالنسبه له تصوره انه لا مش آآ آآ نهائي الموضوع صحيح ذكرتيني بحالي مرقت لعندي على العياده كان الولد كل يوم كان عمره ست سنين كل يوم ينطر بيو هو بيو توفى <applause> نعم دائما على العشاء كان معود انه على العشاء يكون البي <تصفيق> <تصفيق> موجود وينطروا فما فهم بوقتها انه خلص البي مش رح يقدر يرجع على الحياه هو صح. خلص مات وكان صغير واكيد مثل ما قلنا بده وقتها يستوعب فكره الموت 100% <applause> لكن لحد عمر الست سنوات بعده بفكر انه معقول يرجع هيدا الشخص مشان هيك بضل عندهم امل انه الموت شيء ممكن يرجع يحيا من جديد او يعيش الانسان من جديد بس بيعرفوا انه صار في وفاه آه بس بعد الفكره لحد الست سنين مش شيء كثير واضحه 100% لالهم بعدهم ما كثير فهمينا من الست سنين وطلوع ببلشوا يقدروا آه يربطوا صوره الموت آه بصوره شيء بتخص الموت أوكي. يعني بعيد من هون في يتصور انه آه الموت مع مدفن أوكي. او موت مع تابوت، يعني صحيح. بالنسبة له بصير بعد الست سنين قادر يتصور رمز كمان لهالمبدأ <applause> هيدا وبصير يعرف انه الشخص ما بقى رح يرجع. اوكي. اوكي صحيح. سو ببلش يفهم انه الفقدان هو خلاص نهائي وما بقى رح يرجع الشخص يشوفه. وبهذا العمر استير كمان فوق الست سنين يعني مثل ما قلتي من الست سبعة لثمان سنين ببلش يسأل حاله الولد اهلي بدهم يموتوا. صح. آه قبل كان يفكر بعمر السبع سبع سنين انه الموت هن للاخرين مش لعائلته مش آه لحدا ما إيه بعرفه إيه؟ بس هون في هيك مثل نيونس لما نقول يعني في شيء بيصير اوقات آه حسب بدنا ناخذ بعين الاعتبار حسب الولد شو عايش ظروف بالعائله اكيد يعني اذا كان قبل الست سنين بس عايش ظروف آه فقدان حدا فقد حدا ببلش يعطلها لها أوكي. يعني حتى لو عمره خمس سنين او اربع سنين وواعي الولد ببلش يخاف انه يسال اهله انه انتم كمان رح تموتوا، انتم مثلا تيتا توفت، انتم كمان رح يصير فيكم هيك. انا ما بدي تموتوا، يعني ببلشوا حسب الظروف اللي محيطه فيهم، نعم. اذا بعد ما تعرض لفقدان حدا قريب، بيكون بعده انه بالنسبه له انه هالشيء ما بيصير له. صحيح، حتى الولد يلي عايش فقدان بطريقه او باخرى، مش ضروري يموت بس. بس فقدان شخص مهم ترك اباندون ترك او شيء كمان عنده مبدا الموت بيكون شوي صعب عليه وقت بيفقد هذا الشخص يعني كلن متصلين مع بعضهم مثل ما حضرتك قلتي ومثل ما قلتي يعني كل ك بك ما بنقدر ما نقول انه هيدي الحاله مثل هيدي الحاله او بدنا نعالج مبدا الموت او نفسر مبدا الموت لكل ولاده بطريقه واحده لأن كل ولد عنده حاله خاصه تجاه الموت صح 100% وهيدا الشيء كمان بيتوقف على وعي الولد يعني في عندك أولاد عمرهم اربع او خمس سنين كثير واعيين نعم. قادرين يسالوك اسئله كثير مهمه نعم. يعني مجبور تجاوبون عليها نعم. في اولاد اقل وعي من غيره بياخذوا وقت اكثر فنحن بدنا ناخد بعين الاعتبار كل ولد قدراته وعيه الظروف اللي محيطه فيه وقديش اهله كمان بيوعوه على امور الحياه وبصارحوه فيها نعم. يعني قديش هني مستعدين يكونوا واضحين معه بكل شيء عم يصير حواليه يستعملوا كلمات صحيحه ودقيقه لانه مية بالمية. كمان هذا الموضوع شوي دقيق أكيد. ما بنقدر نستعمل معه حيا الله حيا وحتى بالمدرسه أستاذ انا بلاحظ انه كثير مهم آه يكون في آه وعي عند المعلمه يعني صار شيء عند المعلمه آه عندهم سمك احمر مربينه بالصف او شيء مهم انه كثير كمان يفسروا للولد صح. عن مبدا الموت صح اكيد نحن بنستعمل يمكن ظروف معينه بالحياه لنساعد الولد يفهم امور معينه صحيح. يمكن حتى النبات فينا نفسر في انه هيدي النبته خلص خلص عمرها آه خلص يبسد ما بقى لعمر تعيش او عن الحيوانات لنقرب الصوره صحيح. بس نحن اكيد بمجتمعاتنا ونعرف انه الاولاد معرضين كثير بالاشياء اللي بيسمعوها بالمناسبات الاجتماعيه اللي بتصير حواليهم معرضين انه بيسمعوا عن الموت كثير ما انه شيء غريب لهم أو وحسب اكيد المجتمعات اللي هن عايشين فيها من هون بنرجع انه نقول كل حاله بحالتها نعم. مختلفه يعني نعم. ما بنقدر نقارب ولد لبناني مع ولد فنلندي او ولد فرنساوي عايشين برات لبنان مثل ما قلت المبدا موجود دائما آه وعم يتكرر بلبنان نعم. طيب كيف بيصير التحضير من بعد عمر 8 سنين خلص المبدا الموت بيصير مفهوم عند الولد نعم. وبيعرف الشخص سلامات نو يرجع صح هون قبل ما نكفي الاسئله بنسمع كثير استاذ الاهل بيقولوا انه اه طلع بيك على على السما صح اه او يحوب القمر أو, او عم بيشوفك او عم بقول هول كلمات هل او الجمل هل هن صحيين نقدر نستعملهم مع الولد يلي فقد اب او ام خاصه انه اه هالطريقة عم بتكون سبونتانية عم بتكون تلقائية من الأهل بس يخففوا من, من من هالمرارة يلي عم بيعيشها الولد صح بسبب الفقدان صح مزبوط بيفكروا هيك أنه عم يخففوا من وجع الولد أو حزنه وبفكروا أنه هيك يمكن الولد بيفهم أكثر أو الصورة قريبة له أكثر أو أنه ما خاف أنه إذا قلنا له هالشخص راح على السما أو نايم أو نايم وما بقى رح يوعى بيفكروا الاهل انه هيدا المبدا او هول الكلمات بخففوا عن الولد وبيساعدوه بينما نحن بدنا نقول انه ما مفروض ينحكم مع الولد بهالطريقه الطريقة <applause> ليش لان نحن لما نقول له طلع على يمكن هو وقت يشتغل بفكر انه هو كمان في يطلع على صح. وانا بسمعه الاولاد يلي هن معودين على هيدا النوع من الـ الحكي. الـ من الحكي انه ايه انا كمان بدي اطلع السما مثل فلان الفلاني حدا توفى من عائلته او بصيروا وقت اللي نقول لهم انه نايم لانه في ناس بتقول لاولادها انه ناموا خلص ما بقى رح يوعوا انتبهوا كثير من هذا الموضوع لانه الولد بصير يفكر انه النوم مرتبط بالموت وبالفقدان او بالخساره بصير يخاف ينام بصير يخاف ينام بصير عنده قلق قبل ما ينام فبدنا ننتبه كثير ولما بنقول شغله للولد هو كيف رح يربطها نعم. بشو رح يربطها فاذا انا قلت له نايم وعم بعني فيها الموت معناتها هو صار بفكر انه النوم هو موت و... يعني هو يمكن يخاف ينام من هون استر بنرجع للحديث تحكيني باول الحلقه انه الولد بحاجه لشيء ملموس تيفهم الموت من هيك بدنا نحن نبعد عن الاشياء مثلا انه بده ي... بيناموا ونيم الشخص اللي يلي يعني توفى أو فهون هون الولد رح بيربط النوم بالموت وبيصير ما مثل ما قلنا ما ينام ابدا 100% فبكل بساطه نحن فينا نقول له للولد انه حياه هالشخص توقفت خلص عمره آه لسبب مرض او لسبب حادث معين بس او كبر بالعمر كبر بالعمر ما بقى يسمح له ما بقى تسمح له صحته في عنده مشاكل كثير صحيه ما يعني خلص توقفت حياته وبدنا كثير نفهم الولد انه الشخص يلي توفى ما عمل هالشيء قصد يعني انه الا نحن صرنا بعدين عم نحكي بحالات الانتحار صار موضوع ثاني ولكن عم نحكي بالحالات الطبيعيه للموت انه الولد يعرف انه ما تعمد مش الشخص مش قصده ومش حق عليه انه هو اذا توفى دوك ما لا في ذنب حدا صحيح. او مش انتبه او مش ذنب الاولاد سمح لنا مثلا اوقات بحاله موت الاب مثلا او الام او حدا كثير مقرب او حدا من الاخوه يمكن يفكر الولد انه هو لانه شيطان سبب بوفاه حدا من اهله فمش الحق على حدا ولا على الولد ولا على حدا من العائله من هون كثير مهم انه نخفف من الانغواس من القلق عند الولد نعم. و دو كولبابيليتي الشعور بال بالذنب صح اكيد بالزنب للموت لانه الولد هو بالنهايه ما خصه من هيك بدنا نفسر للولد بطريقه نعم. كثير هاديه عن الموت، طب استار هون بنحب نحكي عن دور الاهل نعم. شو بدهم يفسروا للولد بطريقه بسيطه انه توفى الجد او الجده ومنعرف الولد عادة كتير بيتعلق مزم. فيهم فشو بكلمات كتير بسيطة لولد عمره بين الثلاثة وست سنين شو معقول نقول له؟ نعم نحن مثل ما قلنا رح نستعمل جمل كتير بسيطة نعم. أو مبسطة ورح و... نستعمل وقائع حقيقية يعني نحن رح نفسر له انه الحياه هي مراحل انه هيدا جزء من مراحل الحياه مثل مثلا مشتلي بتكون بذره وبعدين بنزرعها وبتكبر شوي 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 وبعدين بتكبر كثير بتيبس بتموت نحن الناس نفس الشيء ما حدا بيعيش الى الابد فبيخلقوا مثل ما نكون بيبيز بنخلق بنكبر بنكبر وبعدين بس نكبر كثير بالعمر بيتوقف عمرنا وبنموت و... و... اوكي فالرقابه أنا... بساطه وواقعيه ما أه. نخاف نقول صحيح. الكلمه كمان أحياني. في ناس بيتحاشوا يقولوا الموت صحيح ما بدنا نتحاشى الكلمه لانه الولد لازم يتعلم يواجه الواقع ما فيها شيء انه مخيف انه تقول له الكلمه لانه رح يصير هو ما عنده قلق لما لما بيواجه الواقع رح يخف القلق تبعه بينما لولد لو فوق الست سنين يعني نعم. صار واعي اكثر حتى نعم. نكون بنكون نحن مرتاحين بالحديث اكثر وبنفسر نعم. الاشياء حتى نعم. على الصعيد البيولوجي يعني بيقدر يتفسر لولد لو صار شوي كبير بالعمر بالنسبه للموت. آه استاذ لولد لو آه خايف من الموت وبقول انا يوما ما كمان بدي موت صح في كتير اهالي بخافوا انه شو بدي جاوب ابني نعم. كمان نعم. بدنا نقول انه ايه يوما ما انت وقت تكبر كثير بالعمر وتصير خطيار معقول كمان بدك تموت يعني هيدا شغلة كمان بدنا نقولها للولاد ما بدنا نخاف منه صح مزبوط رح يعرف الولد انه هو كمان رح يموت بيوم من الايام هيدا الشيء واقع ما فينا يعني اذا خبيناه هو حاسس بهيدا الشيء وعامل قلق عليه بس بزيت الوقت نحن بدنا نفسر للولد انه هو في يحمي حاله من الامراض صح. في ينتبه على نفسه وعلى صحته وعلى آآ آآ جسمه تيضل بصحه جيده و... وفي كمان يستفيد من حياته ويفرح فيها نعم يعني نحن نعم. ما مب... مش بس رح نحط مبدا انه اكيد كلنا رح نموت بيوم من الايام بس بدنا نساعد الولد انه بهالفتره يلي هو عايش فيها انه يعني ينبسط ينبسط ما يكون عنده قلق الموت طول الوقت نعم عم يفكر مزبوط فيه. يحمي حاله وينتبه على صحته يعمل سبور ينبسط مع رفقاته يكون بعلاقات اجتماعيه سليمه يعني اكيد بدنا نشجعه على الحياه من ميله ثانيه يعني. صحيح. صحيح أوكي. وبالنسبه للاولاد يلي بي... يلي بحبوا يروحوا نعم. على المدفن او على المراسم تبعوا للدفن صح أو صح أه هل علم النفس بشجع أه هالزيارات او لازم الواحد يتحاشى الولد انه ما يخدوا نعم. معه تجاه نعم. الزيارة نحن هون بنرجع نقول حسب حاله كل ولد وكل مجتمع وكل عائله بس بالاجمال ما في شيء بيمنع انه الولد بعمر معين اذا هو واعي للموضوع وحابب يروح على المراسم الدفن انه يروح ولكن نحن بنحضره قبل ما يروح، يعني نحن بدنا نقول له للولد انه انت رح تشوف ناس عم تبكي رح تشوف ناس يمكن كتير زعلانه نعم رح تشوف تابوت، يعني رح نفسر له هو شو اللي رح يتعرض لإله اذا راح معنا على المراسم الدفن ونشوف اذا هو حاضر لهذا الموضوع، اذا حاضر فينا ناخده معنا وطبعا لما بنحسه بالمكان اللي هو موجود فيه انه تعب او تضايق او خلص ما في بقى يضاين يكون موجود اكيد من من المطرح اللي هو فيه <applause> استاذ انا بعرف كمان بنقدر ناخده لفتره معينه <applause> من نص <الصيعة> مثلا <applause> يشارك وكمان بعدين بنسحبه من هالجو المحزن كمين. يعني انا بفضل هيدي الطريقه لانه بكون شارك بكون صح. ودع لانه مهم كمان يودع أي. الشخص اللي توفى خاصه اذا بحبه كثير صح. وبعدين بنسحبه من هال من ال من هالمكان شويه محزن لإله نعم. وهيك ما ما بكون تاثر كثير الولد بس بذات الوقت الولد بلش يفهم انه الموت هو الشيء طبيعي فينومين موجود بهالحياة وكلنا يوما ما بدنا نموت مثل ما قلت حضرتك بس بدنا نخلي الولد يكون مرتاح بينه وبين حاله ما يكون متضايق طول الوقت وعم بفكر آه طول الوقت بالموت طب <applause> آخر سؤال أستاذ قبل ما ننهي آه برنامجنا الحلقة لليوم الولد يلي طول الوقت بفكر بالموت يعني منشوفون أنه بيجوا عنا آه بعض الأطفال طول الوقت في آه عم يفكر طول الوقت بالموت كيف بنقدر نساعده لهالولد يتخطى هيدي الفكره اكيد بمساعده الاهل ومساعده المدرسه، هو اثنيناتهم بدهم يساعدوا كمان الولد يتخطى ال هالفكره يلي عم تتكرر دائما براسه <applause> آه وبحب هون اقول بس معلومه صغيره انه بنشوف الاولاد اكثر شيء موجودين بمجتمع او ضمن عائلات العائله طول الوقت بتحكي عن الموت طيب أوكي, اوكي فكيف أوكي. معقول نساعد طيب يعني هون حضرتك عم تقول انه هول الاولاد موجودين بعيل دائما بيحكوا عن الموت وبتعرف انت انه المحيط الاجتماعي والعائلي للولد كثير رح ياثر عليه فاذا اول شيء رح نبلش من العائله انه يتخفف الحديث عن هذا الموضوع ونبدله بمواضيع اخرى مثل ما قلنا فيها حياه اكثر يعني الولد يعيش حياته الطبيعيه صحيح. بده يلعب بده يظهر بده يشوف رفقاته آه، مثل ما قلنا نحن بنحكي عن مبدا الموت بس نحن ما بنضلنا نحكي عن الموت ليل نهار يعني هون صار عندنا حاله يعني مبالغ فيها اذا بدك امنا كتير طبيعيه يمكن او مب... مش مش مالوف دائما يعني مم. اوكي طبعا. ف اكيد طيب ما فينا نضل هيك <applause> طيب استر بنهايه هالحلقة شو هن بعض هيك الريماركت بتحبي تعطينا إيه هون بالنسبه للولد والموت؟ اوكي كمان رح رح نرجع هيك نذكر فيهم انه في حاله الوفاه نحن بنحضر الولد آه بطريقه هاديه نستعمل كلمات آه ما فيها مبالغه شعورنا بيكون على رواق عم نحكي وعم نفسر له الامور آه بطريقه كثير واقعيه بنستعمل أه كلمات مثل توقفت حياه الشخص، أه هالشخص ما قصد انه يتوفى وانه الموت هو مش ذنب حدا. أه ما بدنا نستعمل عبارات راح على السماء او نايم او نايم, نايم على طول هودي بدنا نبعد عنهم او راح رحله طويله بدنا نستبدلهم بكلمه انه توقفت حياه هالشخص خلصت حياته. بدنا نفهم انه استيعاب فكره الموت بتتطلب عده سنوات من مراحل نمو الولد من وقت ما يخلق العمر 8 9 سنين على القليله ليستوعب هذا المبدا في الولد الولد انه يشارك بمراسم الدفن طبعا حسب استعداداته ومنحضره قبل بوقت على هالموضوع واوقات فين يستعينوا الاهل باحد الاقارب لهو يخبر الولد شرط أنه يكونوا موجودين معه ميرسي استر لكل المعلومات اللي عطيتينا اياها واكيد بنلتقى بحلقات جديد وانا بشكر جميع المشاهدين وبنلتقى بحلقه جديده اذا الله رد الله معكم